الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في بعض البلاد التي يتأخر فيها العشاء جدا؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، قبل أن أبدأ على إجابتي على سؤالك أيها الأخ المكرم، أود أن أنبه على أن المسائل الاجتهادية لا تفسد للود قضية، فلا ينبغي لنا معاشر الشباب أن نختلف في مسائل اجتهادية وأن تختلف قلوبنا وأن نتدابر أو نتطاحن أو نتراشق بالتهم وبالسباب والشتائم من أجل خلافنا في مسألة اجتهادية، فإن بقاء أخوتنا الإيمانية وألفتنا الدينية ومحبتنا القلبية أعظم عند الله عز وجل من هذا، من هذه المسألة برمتها. فإن من مقاصد الدين العظيمة التي يجب الاهتمام بها وجعلها مقصدا من مقاصد الإنسان العظمى هي أن الدين جاء إلى وحدة القلوب والتآلف وإلى نبذ أسباب الفرقة والتخالف. فالدين يدعو إلى التآلف وإلى التوادد وإلى الترابط وإلى التحابب، وينهى عما فيه اختلاف للقلوب. وقد أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن نكون عباد الله إخوانا، وأن لا نتفرق فنكون شيعا يضرب بعضنا رؤوس بعض. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فاتقوا الله يا أهل السنة في إيطاليا، اتقوا الله وتآلفوا وتواددوا وتقاربوا وتشاوروا وتحاوروا بالمعروف والتي هي أحسن، وقولوا حسنا وقولوا للناس حسنا، وامنعوا ألسنتكم من السباب أو الشتائم أو التقريع والتوبيخ في مثل هذه المسائل الاجتهادية. وكل واحد منكم يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده من غير تعصب لرأيه ولا فرض ولا إلزام لاجتهاده على الأطراف الأخرى. فإذا رأى أحدكم أن الاجتهاد يقتضي تقديم العشاء إلى المغرب من باب رفع المشقة ومراعاة أحوال الناس ومراعاة ظروف الوقت، وصار يجمع طيلة شهر رمضان في مسجده اجتهادا منه، فليفعل ذلك، تقبل الله عز وجل منه. فإن هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولم يأتي بفعله هذا ببدع من الأفعال والأقوال. ومن رأى أنه يصلي العشاء في وقتها حتى وإن تأخر وقتها عن وقت المغرب ما دام وقت العشاء متسعا لفعلها، فإنه يؤخره حتى وإن تأخر، فإن له أن يعبد ربه عز وجل بما أداه إليه اجتهاده في هذا التأخير. فمن رأى أن الاجتهاد هو التأخير، أن الصواب والحق هو التأخير، فليعمل به. ولا حق لمن رأى أن الحق هو التقديم أن يخالف أخاه أو أن يحذر المسلمين منه أو أن يشوه صورته أو أن يصفه بالجهل أو أن يصفه بالتقصير في البحث أو أن يصفه بتضليل المسلمين. ولا حق لمن رأى التأخير أن ينكر على من رأى التقديم. فكل يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده مع قلوب متفقة
وبواطن صافية وألسنة نزيهة بعيدة عن الشتائم والسباب والتراشق بالتهم، وبعيدة عن قول السوء والفحش. فإن المؤمن كما في الحديث ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فليكن مقصودنا دائما تحقيق قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وليكن مقصودنا دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلتتآلف قلوبكم ولا تختلف، ولتتقاربوا ولا تتباعدوا، ولتتناصحوا ولا تتفاضحوا، وقولوا لبعضكم قولا لينا حسنا. يقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ويقول الله تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فاعدلوا فيما بينكم في القول، وتناصحوا وتقاربوا، وانظروا أقرب الأقوال إلى الحق، فإن اتفقتم عليه فالحمد لله، وإن اختلف اجتهادكم فليعبد كل واحد منكم ربه باجتهاد بما أداه إليه اجتهاده، بعيدا عن سوء الألفاظ وقلة الأدب، وبعيدا عن التراشق بالتهم، وبعيدا عن الفضائح. فلأن نبقى أخوة متآلفين متحابين متوادين أحب عند الله عز وجل من أن نثير هذه المسألة كل سنة وتختلف قلوبنا بسبب اختلافنا في هذه المسألة. فلا يعتدي بعضنا على بعض، ولا يبغي بعضنا على بعض، فعلينا أن نكون أمة واحدة غير متفرقة في دين الله عز وجل بسبب أهوائها وآرائها وتعصبها وتصلبها لاجتهادها. فاجتهادك ليس نصا ملزما يا من رأيت التقديم حتى تلزم من رأى التأخير به، واجتهادك غير ملزم يا من رأيت التأخير حتى تلزم من رأى التقديم به. فمن رأى التأخير فهذا له وجهه وأدلته، ومن رأى التأخير فهذا له وجهه وأدلته، وكلها أقوال سائغة. ولا يجب علينا أن نتفق على قول في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف، لكن الذي يجب علينا أن لا نتعصب لآرائنا، وأن لا نتهم الطرف الآخر الذي خالفنا في قوله واجتهاده. هذا هو الواجب علينا، فكل واحد منا يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده بلا نزاعات ولا خصومات. فإن المسألة اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لا تفسد للود قضية ولا تختلف بسببها القلوب. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم على قولين: فمنهم من صلى في الطريق لما دخل وقت العصر، ومنهم من أخر صلاة العصر حتى وصل بني قريظة في آخر وقتها أو قد خرج وقتها. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الطائفتين، بل أقرهما على اجتهادهما ورضي من كل طائفة فعلها. هذا هو الفقه الحقيقي، مع أنه صلى الله عليه وسلم قادر على أن يرجح أحد القولين على الآخر، ولكن ترك كل طائفة منهم على اجتهاده. ومع اختلاف الصحابة في هذا الاجتهاد فلا تزال قلوبهم متحابة متوادة متقاربة، وبواطنهم صافية وألسنتهم نزيهة. لم يقدح بعضهم في بعض، ولم يزجر بعضهم بعضا، ولم يثرب بعضهم على بعض، بل كل واحد منهم تعبد لله عز وجل بما يراه صحيحا مع صفاء قلبه على أخيه ومودته لأخيه باقية على حالها، لم تختلف ولم ينقص مقدارها في قلبه. أما أن نلزم الناس باجتهاداتنا
أو نبدعهم أو نضللهم أو نجهلهم إذا لم يتفقوا معنا فإن هذا أمر محرم. أيها الناس اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في أمتكم، واتقوا الله في قلوبكم، واتقوا الله في ألسنتكم، واتقوا الله في وحدة بواطنكم، فإن الأمة الآن مبعثرة ومتمزقة تحتاج منكم إلى أن تلموا شعثها وأن تتقوا الله عز وجل فيها، فلا تكونوا ثغرة من ثغرات زيادة الاختلاف والخلاف فيها. فمن رأى أن الاجتهاد يفضي به إلى تقديم العشاء إلى المغرب فلا بأس عليه، وصلاته صحيحة وجمعه صحيح وله وجهه الشرعي، ولا حق لمن يرى التأخير أن ينكر عليه. ومن رأى أن التأخير هو الحق فله أن يعبد الله عز وجل بذلك، ولا حق له أن ينكر على من رأى التقديم، وكل يعبد الله بما أداه إليه اجتهاده بلا تنافر ولا توسيع خلاف ولا تشقيق كلام. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبكم وأن يشرح صدوركم وأن يوفقكم وأن يؤدم بينكم الألفة والمحبة، وأرجو من السائل أن ينشر جوابي هذا على أوسع نطاق حتى يسمعه الشباب في هذه البلاد وغيرها، حتى يتعرفوا على أن مسائل الاجتهاد أقل من أن نختلف من أجلها، وأقل من أن تتنافر قلوبنا من أجلها، وأقل من أن تتبعثر كلمتنا وتمتلئ قلوبنا حقدا على الطرف الآخر الذي لم يتفق معنا في اجتهاده من أجل مسائل يسوغ فيها الخلاف والنظر. فلا يجوز لمن يرى التقديم أن يتعصب لرأيه حتى يضلل من رأى التأخير، ولا يجوز لمن رأى التأخير أن يتعصب لرأيه وأن يجعل رأيه هو الدين وهو الإسلام الذي يجب اتباعه حتى يضلل من رأى التقديم، بل المسألة سائغة والخلاف فيها جائز، وكل يتق الله في البحث والنظر فيتعبد لله بما رآه حقا وصوابا مع بقاء قلبه سليما على أخيه، ومع بقاء محبته موفرة لأخيه، ومع بقاء صفاء القلوب ونقاء السرائر ونزاهة الألسنة على بعضنا البعض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم.